نعم فصل صح إيداعه محترم. بأودعتك هذا أو استحفظتكه أو بخذه معنية ذباب الوديعة. الوديعة هو من وداع يدعو، مشتقة من وداع يدعو. الوديعة لغة تطلق على العين المودعة وعلى الإيداع، يعني هذا وديعة تطلق على المعنى المصدري وعلى الحاصل بالمصدري. المعنى المصدري هو الإيداع، الحاصل بالمصدري هو العين المودعة يطلق عليه. ثم ما هو الإيداع؟ والتوكيل لحفظ بحفظ عينه أو بحفظ حقه. وشرعا العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة. فإذا هذا العقد الشرعي الذي يقتضي للاستحفاظ أو يقتضي العين المستحفظة. فهذا هو الوديعة الشرع. ثم صح إيداع، إيداع يعني هذا العقد صحيح. إيداع ذكرنا معناه هذا العقد الذي يقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة، وهذا الإيداع صحيح. لكن متى هذا؟ لو كان عينا محترما، هذا الذي قال صح إيداع محترما. إذن معنى إيداع محترم أي وضع شيء محترم. هنا ذكر محترم لا حاجة إلى طهارة العين. لو كان طاهرا أو نجسا، مثلا كلب يندفع به، كلب يجوز اقتناؤه ويندفع به، وهذا يعني يصح إيداعه. أما الكلب الذي لا يندفع به لا يصح إيداعه. لماذا؟ وليس بمحترم. ثم يجب في هذا العقد الصياغة، وهذا الذي قال المصنف بأودعتك هذا أو استحفظتكه، هذان صيغتان صريحتان. ثم وبخذه، هذه صيغة الوديعة لكن كناية، لذلك قال معنية. ثم وحرم على عاجز ان حفظ الوديعه اخذها. اذا اولا بين ان هذا العقد عقد الايداع عقد صحيح، ثم بين يجب هناك اللفظ لفظ الايجاب، هذا قال. ثم بعده يبين حكم الوديعه، يعني في بعض الاحيان يحرم وفي بعض الاحيان يكره. ثم يبين بعده ما يقتضي الضمان في الوديعة. في الأصل هذا عقد ليس به يعني ليس به ضمان. نعم. وحرم على عاجز أن يحفظ الوديعة. فإذا الوديعة يعني المال الوديعة، العين الوديعة، وهذا رجل عاجز أن يحفظها، يحرم عليه أخذ الوديعة أخذه. وكره يعني الإيداع مكروه على من أخذ الوديعة مكروه. على غير واثق بأمانته، يعني هذا رجل هذا شخص لا يثق بنفسه وبأمانة نفسه، لو لم عنده وثوق بأمانة نفسه يكره. لماذا؟ ممكن يخون في هذه الوديعة يجري ذلك، إما يتعدى به باستعمال بدون إذن المالك، أو يضيعه وينكره ويجحده، هكذا لذلك يكره له. ثم يبين يعني ما يقتضي الضمان. ويضمن وديع، الوديع هو المودع، يعني يكون في هذا العقد هو مودع ومودع، مودع يقال له وديع ايضا. ثم وديعة، نعم هذا. ويضمن وديع بإيداع غيره، يعني هو اولا اخذ الوديعة ثم اعطى هذه الوديعة عند مودع اخر. فإذا هذا الوديع أودع هذه الوديعة عند رجل ثالث وهو يضمن. ولو قاضيا الغير ممكن هو أودع عند القاضي أو هو يضمن بلا إذن من المالك. إيداع عند غيره كان بدون إذن من المالك، لو كان مع إذن من المالك فلا يضمن إلا يضمن. ثم هذا سبب أول للضمان بإيداع غيره
بلاجئ من المالك، ثم لا إن كان لعذر، ممكن هو عودة لعذر فلا يضمن. ما هو العذر كما رأيت؟ سعر غريب وسفر، سفر يعني هو أراد سفرا، لذلك عودة عند آخرة ثم سفرا، وخوف حرق هو يعني هو خاف عافة على وديعته مثل حرق، وإشراف حرز على خراب يعني هو حفظ الوديعة في حرزها، في حرز مثله، ثم أشرف إشراف يعني قرب تعرضه على الهلاك، عندئذ ما كان عنده حرز آخر لينقل هذه الوديعة إليه، عندئذ أودعها عند رجل آخر فلا يضمنه، هذه أعذار لعدم الضمان، وبوضع في غير حرز مثلها، وبوضع يعني وبوضع للوديعة أين وضع في غير حرز مثلها، يعني ابتداء هكذا وضع يضمن، يعني متى يضمنه؟ لو تلفها يعني بعد ذلك، بعد هذه الأسباب لو تلفت الوديعة يضمنها، وبوضع في غير حرز مثلها، وبنقلها إلى دون حرز مثلها، هذا أولا وضع في حرز مثلها، ثم بعد ذلك نقلها إلى حرز، وهذا ليس حرز مثلها بل عدو من حرز مثلها، يعني هذا كل شيء يكون له حرز مثل، مثلا هذا النقود والذهب والفضة يكون لها حرز، أما سائر الأمتعة هذا لا يكون له حرز مثل حرز النقود والذهب والفضة، هكذا يختلف. مثلا هذا رجل حتى عند آخر وديعة، مثلا هذا جبال أو حاسوب هكذا أمتعة وقلم، أو يعني بعض الأمتعة وبعض أمتعة الدار مثلا سريرا أو كرسيا، فإذا لا يكون حرزها، حرز يعني مكان الحفظ مثل مكان الحفظ يعني الذهب والفضة والنقود، هكذا يختلف. لو أودع حيوانات مثلا بهيمة شعبة أو يعني عيبلا، ويكون حرزها خارج البيت يعني في إسطبل هكذا، فإذا أولا وضعها في حرز مدريها ثم نقلها إلى ما دون حرز مدريها يضمن، وبالترك دفع متلفاتها، متلف يعني مهلك الذي يهلك هذه الوديعة، لو لم يدفعها يضمن أيضا. ثم يذكر مثالا للمتلفات ما هي؟ كتهوية ثياب صوف أو ترك لبسها، يعني لو كان الوديعة ثياب صوف فهذا ثياب صوف يحتاج إلى تهوية، تهوية يعني إدخال الهواء النقي عليه، فإذا هو يخرج من الرف من الرفوف يخرجها، أو يعني من يخرج من حرز مثلها، ثم بعد ذلك يلقي في الهواء حتى يدخل عليه الهواء النقي، وإلا يفسد هذا الثوب الصوف، فإذا لو لم يفعل هذه التهوية بهذا الثياب يكون هناك مدة معينة بخلال يعني 6 أشهر كذا كذا، إذا خلال هذه المدة ممكن هذا الثوب يحتاج إلى تهوية مرة أو مرتين، ممكن هذا يكون بإلقائها تحت الشمس وتجفيفها هكذا، لو لم يفعل هذه الأفعال يضمن، كذلك ترك لبسها عند حاجتها، عند حاجة التهوية إلى أين؟ عند حاجتها، عند حاجة الثياب إلى أين؟ إلى التهوية أو إلى اللبس هكذا. فإذا هذا ثوب يجب أن يلبس في بعض الأحيان، لماذا؟ هذا رائحة بدن الإنسان تقي يعني تحفظ هذا الثوب من الاندراس، من الهلاك، من البلج هكذا، لأجل ذلك يحتاج أن يلبس مثل هذه الثياب مدة مدة. فإذا يجب على من؟ على الوديع، على المودع هذا اللبس، لو ترك هذا اللبس في هذه المدة هو يضمنها، وبعدول عن الحفظ المأمور به من المالك، يعني لو عدل عن الحفظ المأمور به من المالك، المالك أمره بحفظ لكن هو ترك هذا المأمور، يعني مثلا كيف هذا؟ لو قال له لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله والتلف ما فيه، بذلك ضمن لحصول التلف من جهة مخالفة هكذا. هذا مثال
يعني أمر المالك أن لا يرقد على صندوق الودية، لكن هو رقد. الصندوق ليس ودية، بل الودية موجودة في داخل الصندوق، فإذا هو ترك هذا. وبجحدها وتأخير تسليمها لمالك بلا عذر بعد طلب مالكها، هذا سبب آخر للضمان. وبجحدها يعني هو أنكر الودية، أو يعني أخر تسليم الودية. متى هذا؟ بعد طلب مالكها، يعني جاء المالك وطلب الودية، عندئذ أنكر. ما أنكر أو لم ينكر، بل لم يسلمها لمالكها بلا عذر. هذا تأخير أو جاحد كان بلا عذر، لو كان مع عذر لا يجوز. فإذا هذا بعد طلب مالكها، كذلك قوله بلا عذر، كلاهما يتعلقان بجاحد، جاحد وتأخير. إذا جاحدها بلا عذر بعد طلب، كذلك تأخير تسليمها لمالك بلا عذر بعد طلب، بعد طلب مالك. فإذا وبهما يضمن. ثم وبالدفاع بها، هذا سبب آخر. وإن دفع الوديع، يعني المودع، إن دفع بالوديعة كلبس وركوب بلا غرض لمالك، لكن لو كان في هذا الانتفاع غرض للمالك لا يضمن، كما سبق أن ذكرنا في ثياب الصوفي، ذكرنا في ثياب الصوفي لو ترك اللبس يضمن. وهناك في اللبس انتفاع للمالك، يعني صون وديعته عن الهلاك. ثم وبأخذ درهم مثلا، درهم واحد مثلا، درهم او درهمين او بعض الدراهم، اخذ مما من كيس فيه دراهم مودعة، يعني رجل اودع عند اخر دراهم، والوديع حفظ هذه الدراهم ووضعها في كيس، ثم بعده اخذ منه درهم او درهمين او بعض الدراهم، من كيس فيه دراهم مودعة عنده، مودعة عنده يعني عند الاخر، فهذه الدراهم مودعة عنده، اخذ من هذه الدراهم درهم او درهمين هكذا، وبذلك ايضا يكون ضامنا. وان رد اليه مثله واخذ ثم رد مثله اليه في نفس الوقت يضمن. فاذا بعد ذلك تلف هذه الدراهم يضمن، لكن اليضمن هذا لهذا المأخوذ فقط او لجميع ما في الكيس، ويضمن لجميع ما في الكيس، لذلك قال فيضمن الجميع، لكن بقيد، هذا القيد يذكر بعده، اذا لم يتميز الدرهم المردود عن البقية، يعني لو تميز هذا الدرهم المردود، اخذ منه واحدا ورد مثله، وهذا المردود متميز عن البقية، لو لم يكن متميزا يضمن الجميع، لو كان متميزا يضمن هذا المأخوذ فقط. نعم، هكذا تفصيل في الضمان. لماذا يضمن الجميع؟ لأنه خلطها بمال نفسه بلا تمييز فهو متعد، يعني بهذا الخلط وهو متعد. الوديعة يجب على الوديع ألا يخلطها مع مال نفسه، وهنا خلطها، وهذا كان واجبا عليه، فإذا هو ترك هذا الواجب وتعدى في حفل هذه الوديعة بدون خلط. نعم. ثم فإن تميز، يعني هذا المردود، الدرهم المردود متميز عن البقية، كيف يكون متميزا؟ بنحو سكت أو رد إليه عين الدرهم ضمنه فقط. نعم. فإذا بنحو سكت، إذا سكت هي يعني حديدة يضرب عليها الدرهم، يعني هذه حديدة منقوشة يكون به نقش، ثم يساغ بها الدرهم، يعني أولا الذهب وبالفضة وبالحديد الحديد وبالنحاس يذاب بالنار، ثم بعد ذلك يصب على هذا النقص ويبرر، عندئذ يكون هذا نقدا موافقا لهذا النقص، هذا يقال له سكت. فإذا بنحو سكت، فإذا في هذا الدرهم المردود يعني صورة، وفي سائر الدراهم صورة أخرى، يعني هذا يكون في الدرهم نقش، يعني نقش صورة يعني رأس حيوان، ملك، حاكم، هكذا، أو يكون فيه بعض المكتوب، يعني هذا اسم بلد، أو يعني بعض الآيات الشريفة، هكذا كان يعني الدراهم مختلفة.
فإذا بسكت هذا مثال نعم، أو بلون يكفي هذا درهم نعم يعني بلون، أو يعني هذا المردود يعني ليس بصحيح بل هو مغشوش أو منكسر هكذا، يعني ليس خالصا بل مغشوش هكذا بعهد الطرق يتميز. ثم رد إليه عين الدرهم، يعني أخذ درهما ثم رد عينه، ضمنه فقط يعني ضمن هذا المأخوذ فقط وإلا يضمن الجميع. ثم مسألة يبين بعده المصنف تصديق عند الاختلاف بين الوديع والمودع من يصدق، يعني صديق وديع كوكيل وشريك، وكيل يصدق كذلك شريك يصدق كذلك، وعامل قراض عامل قراض يصدق بأي شيء بيمين، يعني لا حاجة للبينة بل بيمين يصدق في دعوى ردها على مؤتمنه، في دعوى رد الوديعة ردها رد الوديعة، يعني الوديع والمودع اختلفا، المودع ادعى أن الوديع لم يرد وديعته لكن الوديع يدعي أنه ردها على من على مؤتمنه، مؤتمن من هو؟ مؤتمن يعني المودع، فإذا يصدق بيمينه لا على وارثه، يعني لو ادعى أنه ردها على وارث المؤتمن لا يصدق إلا ببينة، وهناك يحتاج إلى بينة شاهد، أما لو ادعى رد الوديعة على مؤتمنه فلا يحتاج إلى بينة بل يكفي يكتفى بيمينه. إذن لا على وارثه هو يتخن على مؤتمنه، وفي قوله كذلك هو يصدق في قوله ما لك عندي وديعة، يعني في إنكار الوديعة يعني يصدق ما لك عندي، يعني ليس لك عندي وديعة، هذا إنكار الوديعة يصدق، وكذلك وفي تلفها مطلقا، وفي يعني هو ادعى تلف الوديعة يصدق مطلقا معناه من غير تقييد بسبب، واعترف بالوديعة وادعى أنها تلفت عنده فقط لم يبين ما هو السبب، يعني كيف تلفت بأي سبب تلفت لم يبين يصدق، أو بسبب خفي كسرقة أو بظاهر، إما بين سبب التلف وسبب ظاهر أو سبب خفي أيا كان يصدق، لكن في الظاهر قيد بسبب الظاهر كحريق عرف هذا حريق النار كان معروفا، لو لم يكن معروفا لا يصدق دون عمومه، يعني حريق معروف لكن لم يعرف تعميم الحريق للبقعة التي فيها الوديعة وهذا غير معلوم. نعم، فإذا في يعني منطقة وقعت الحريق في هذه المنطقة بيت هذا المودع مودعنا يكفي هذا، لا حاجة إلى علمي ومعرفتي يحتر بيت هذا الوديع هذا الذي قال دون عمومه، فإن عرف عمومه لم يحلف حيث لا تهم التهم، فإذا لو عرف عموم هذا الحريق على عادة إلى الحلف إلى الحلف أيضا إلى يمين بل يصدق بدون يمين حيث لا تهمة، يعني لو كانت تهمة بعيدة مع علمي ومعرفة عموم الحريق نعم يحلف إلا لا يحلف. انتهى المصنف من بيان مسائل الوديعتنا، ثم بينا يعني مسائل مختصرة موجزة فقط، في المطولات يوجد الكثير من المسائل، ثم بعده مسألة يعني هذا يبين هنا حكم الكذب وهو حرام أصلا، ثم في بعض الأحيان يجوز وفي بعض الأحيان يجب، هذا الذي يبين هنا فائدة في هذه الفائدة، الكذب حرام وقد يجب، كذب حرام أصلا، الكذب يعني تعريفه معلوما هذا خبر لا يوافق ما في الخارج، نعم هذا هو الكذب، نعم هذا لو كان عمدا يكون حراما،
لو لم يكن عمدا بل وظن أن هذا الخبر هو موافق للواقعي، هذا لا يكون عمدا ولا يكون به اسم النوع، لكن يسمى كذب النوع. وقد يجب الكذب يكون في بعض الأحيان واجب، كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن كذبا. لأجل هذه المناسبة، يعني مناسبة وجوب الكذب عند طلب الظالم عن الوديعة، جعل هذه المسألة في نهاية باب الوديعة. نعم، ظالم سأل عن وديعة يريد، هذا الظالم يريد أخذها، يعني يريد أخذها ظلما، فيجب على من على المودي مودعي على الوديع إنكارها، إنكار الوديعة وإن كذبها، إنكار واجب وإن كذب، والحال أنه يكذب. نعم، الواو حالية. إن زائدة، والحال أنه كاذب، مع ذلك يجب إنكاره. نعم، وله الحلف عليه على ما على الإنكار، فإذا لا يكفي مجرد الإنكار بالقول، بل ينكر هذه الوديعة ولو باليمين، فهذا أيضا واجب. ثم وإذا لم ينكرها ولم يمتنع من إعلامه بها جهده ضمنها، فإذا هكذا ظالم جاء وطلب عن الوديعة ولم ينكر الوديع، وإذا لم ينكرها ولم يمتنع من إعلامه بها، بل هو أعلم إعلامه، يعني إعلام الظالم بها بالوديعة، جهده يعني حسب وسعه طاقته لم يمتنع، ومن أفراد هذا الامتناع جهده أن يكذب ويحلف عليه على الإنكار هكذا، فإذا ترك وأهمل ثم صدق، فإذا ضمن يكون ضامن. نعم، ثم هذا الظالم أخذه يضمن هذا الوديع. وكذا لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله، وكذا يعني يجب الكذب، وكذا يجب الكذب لو رأى معصوما، هذا ليس مالا وديعا وديعة، بل هذا حيوان معصوم اختفى، معصوم يعني إنسان غيره اختفى من ظالم يريد قتله، فإذا هو ينكر، ممكن هذا الظالم يسأله هل رأيت فلانا فلانا، هو يقول ما رأيت، بل ينكر. وقد يجوز، هذا مثال وجوب الكذب، وكذلك في بعض الأحيان يجوز الكذب، هذا الذي يبين بعده. وقد يجوز، يجوز الكذب متى؟ مثاله هذا، كما إذا كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو إرضاء زوجته إلا بالكذب ومباح، هذا مقصود الحرب لا يتم إلا بالكذب ويجوز الكذب. كذلك إصلاح ذات البين، يعني البين معناه الفراق، يعني الخصومة، بين إصلاح ذات بمعنى الحالي، البين بمعنى الفراق، الفراق بسبب الخصومة، فإذا إصلاح ذات البين يعني إصلاح حال الفراق بين اثنين بسبب الخصومة، وهذا الإصلاح يتوقف على كذب، وهذا الذي يصلح المصلح يذكر لأحدهما فلان يحبك كثيرا كذا، يرغب إليك كثيرا كثيرا هكذا، هو يذكر كذوبات كثيرة عند آخر، ثم في الحقيقة ممكن هو يغضب وهو لا يريد الإسلام، مع ذلك وهو يستحي ويخلج ويخاف كذا كذا، فكذلك يذكر للرجل الثاني أيضا ترغيبا للإسلام. نعم، هذا جائز. أو يرضى زوجته، يعني لا يتم إرضاء زوجته إلا بالكذب فمباح. نعم، فإذا وهو ممكن يكون عند الرجل عدم الرضا ببعض أفعالها، فإذا هو لا يظهر عندها، بل يعني يرضيها، كذلك ممكن هو يأتي ببعض الأمتنة ببعض الأشياء المحتاجة إليها، فإذا ممكن هي لا ترضى، فإذا هو يكذب بعض الكذوبات لإرضائها، هذا فعال جدا وهذا يعني جودته كذا كذا، وهكذا يذكر يعني بعد الكذب لإرضائها فمباح. ولو كان تحت يده وديعة لم يعرف صاحبها وعيسى من معرفته بعد البحث التام
صرفها بما يجب على الإمام الصرف به وهو أهم مصالح المسلمين. يعني وديع عنده وديعة، رجل يعني عودة عند رجل وديعة ثم هو ذهب، فهذا الوديع نسي من هذا المذيع، ثم هو فتش فتش ولم يجد المذيع، أو فقد هذا المذيع من البلد، أين هو لا يعلم، هكذا ولا ورثته أيضا، هكذا يعني وديعة. ولو كان تحت يد فلان وديعة لم يعرف صاحبها أو عيس من وعيس من معرفته، يعني هو فتش فتش كثيرا طلب عن صاحبها لكن عيس بعد البحث التام صرفها. هذا كيف يكون البحث التام؟ هذا التعريف كتعريف اللقطة سيأتي في الفصل الآتي، التعريف باللقطة كذلك يعرف، يعني سنة في مجامع الناس يعرف صباحا مساء لبعض الأيام، ثم في الأسبوع مرتين، ثم شهرا هكذا سنة يبحث بعد مضي هذه السنة ماذا يفعل؟ هل يملك الوديعة؟ لا يملك الوديعة، هو لا يتملك الوديعة، بل ماذا يجب عليه؟ صرفها، يعني يصرفها، فأين يصرفها؟ مصرف هذه الوديعة على الإمام فيما يجب على الإمام الصرف فيه، يجب على الإمام الصرف فيه. هذا بالنسبة للإمام ليس صرف الوديعة بل هذا مال المسلمين، يجب عليه صرفها فيما يجب على الإمام الصرف فيه، صرفها ولو كان تحت يده وديعة لم يعرف صاحبها وعيس من معرفته بعد البحث التام، صرفها أين يصرفها؟ بما يجب على الإمام الصرف به. فإذا بالنسبة للإمام ليس صرف الوديعة بل صرف بيت المال، أين يصرف الإمام بيت المال؟ بيت مال المسلمين في مصالح المسلمين، ويصرف هذا يعني الوديع يصرف هذه الوديعة في مصالح المسلمين، وهو يعني ما يجب على الإمام الصرف به، ما هو أهم مصالح المسلمين مقدما أهل الضرورة وشدة الحاجة. فإذا عندما يصرف لمصالح المسلمين يقدم الأهم والأشد والأضر أكثر ضرورة، لا في بناء نحو مسجد، لا يصرف في بناء نحو مسجد، لا يصرف في بناء نحو مسجد. فإن جهل في بناء نحو مسجد فيه خلاف، يعني ذكر في التحفة لعله باعتبار الأفضل وأن غيره أهم منه، وإلا فقد صرحوا في مال من لا وارث له بأن له بناءه أو يدفعه للإمام ما لم يكن جائرا فيما يظهر، هكذا ذكر. إذا لا في بناء نحو مسجد ليس للحذر والمنع، بل هذا بسبب يعني بيان الأولى. إذا مصالح سائر مصالح المسلمين هو الأولى بالنسبة إلى نحو بناء المسجد والمدرسة والرباط هكذا، هكذا قال لعله باعتبار الأفضل وأن غيره أهم منه، إلا فقد صرحوا في مالي من لا وارث له ماذا؟ بأن له بناءه، بأن للإمام الحاكم بناء المسجد به، وكذلك بأن له بناءه أو يدفعه للإمام ما لم يكن جائرا، إما هكذا هو يصرف بنفسه بمصالح المسلمين أو يؤتي للإمام الحاكم، متى هذا؟ لو لم يكن الحاكم جائرا، لو كان جائرا غالبا لا يدفع بل يصرف. فإذا لو كان هذا الرجل جاهل لا يعلم يعني مصالح المسلمين ماذا يفعل؟ هذا الذي يقول. فإذا فإن جهل ما ذكره دفعه لثقة عالم بالمصالح الواجبة التقديم، والأورع والأعلم أولى. فإذا هذا رجل لا يعلم مصالح المسلمين، وكذلك إما يعلم مصالح المسلمين لكن لا يعلم من هو أكثر ضرورة ومن هو أشد حاجة، هكذا لا يعلم، فإذا هو يؤتي هذه الوديعة لعالم وهو ثقة يعلم مصالح الواجبة التقديم، ثم هو يصرفها. هناك والأورع والأعلم أولى، أكثر ينظر يعني
هكذا العالمون الصين نعم بالمصالح الواجبة ينظر فيهم من هو أكثر ورعا ومن هو أكثر علما ثم هو أولى. لو اعتلى غير الله ورعي من العالم فلا بأس، لكن اعتباره أولى. نعم. فإذا ما هي حكمة هذا الصرف؟ وهكذا يعني مال كما ذكرنا مال لا وارث له، مال من لا وارث له يصرف في مصالح المسلمين، وكذلك ما وقع في يد رجل مال لا يعلم من مستحقه، أو يعني وقع في يده مال حرام يعني هو اكتسب بطريق حرام ثم يجب عليه الرد لكن هو لا يعلم من صاحب هذا المال. في مثل هذه الحالات هو يصرف هكذا في مصالح المسلمين. فإذا الحكمة عندما تعذر إيصال عين هذا المال إلى مالكه يوصل ثوابه إلى مالكه، يعني عندما يصرف في مصالح المسلمين ما يكون له ثواب هذه الصدقة أو هذه النفقة هو ينفق في مصالح المسلمين، يعني يكون ثواب هذا الإنفاق لصاحب المال لصاحب الودية هذا الرجل ليس له وارث، أو يعني صاحب المال الذي وقع في يد آخر. فإذا هو تعذر عنده إيصال هذا العين إلى صاحبها في الدنيا كأنه يوصل ثوابها في الآخرة هذا. فإذا عندما تعذر إيصال هذا العين إلى مالكها استطاع أن يوصل ثوابها إلى الآخرة، هذا هو الحكمة.